لا ثانية واحدة، أشد ولا أقل؟ دي نقطة مهمة، عشان كان في بداية الأمر اتقال إن الحيوانات اللي في المنزل أو الباتس زي القطط والكلاب ما بتنقلش الفيروس، دلوقتي مع الأوميكرون في احتمالية إنه يكون الحيوانات بتتعدي أو بتنقل؟ اتنقل يا فندم القطط confirmed 100% infected، وتقدر تعدي من انسان، تعدي من انسان، تاخد من الانسان وتقدر تعدي من قطه لقطه. هي تخوف مش من القطه للمجرد، تخوف من القطه للانسان تقدر تعدي. الحاجه الثانيه اللي confirmed الشهر اللي فات، بعض الكلاب بتقدر تعدي، وبعض الحيوانات البريه منها الفوكس الذئاب، ومنها ثعالب النزلان، ومنها الزو انيمالز كمان، التايجرز واللايونز بتقدر تعدي بيبان وبتقدر عليهم اعراض تنتشر. ولا بيكونوا سايلنت كاريرز حاملين فقط؟ لا، المعظم البيت انيمالز او الزو انيمالز بيبان عليها اعراض، البيتس للاسف ما بيبانش عليها اعراض، طب لان دي البيتس نقطة بقى او تانية كمان هامة، يمكن كنا أغفلناها بشكل كبير، فكرة إن الحيوانات بتنقل الأمراض أو أصلا بيتم إصابتها زي ما حضرتك قلت بينهم وبين بعض، فدي نقطة هامة تانية طبعا محتاجين نتكلم فيها أكتر، لكن للأسف يعني وقتنا بينتهي يا فندم.